السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا أبطال؟ الحمد لله تمام. ازيك يا محمد؟ كويس الحمد لله. الحمد لله. كنت كام الحصة الأولى؟ كام طالب؟ 12. 12؟ الناس معانا مرة. طيب يا أبطال ماشي، انتظر بس دقيقة كده. اللي اسمه مين معايا دوت؟ الطالب ده مين؟ ازيك يا سيف؟ مين معايا هنا ده؟ نعم يا مستر، اسمه ايه؟ لا، اللي هو كاتب داخل التليفون والدته، بس مش عارف ده عمر محمد ده؟ ايوه يا عمر محمد. طيب يا عمر، مستر ثانية واحدة. عمر، عمر محمد ايه؟ عمر محمد مختار. ماشي يا عم، اتفضل يا سيف. عايز تقول يا سيف؟ ايه شايف يا مستر الحيوان اللي فتح بقه ده، اللي هو عامل شبه الدولفين، ده ده سمكة حيوان ايه القرش. ده؟ ده سمكة القرش، ايوه ده اللي جنب سمكة القرش. ده التمساح. مستر هو الدرس بتاع لا، النهارده اللي هو الحيوان اللي بياكل العشب اسمه ايه ده؟ مستر ثانية مستر بقه طلع ايوه ده لقدام. واحد بس اتكلم يا أبطال، واحد بس اتكلم. بس ثانية واحدة يا حمد. أيوه، وانا هو مستر نفس السؤال. هو ايه الحيوان لا اللي هو ايه فتح بقه وعمل شبه الدولفين؟ هنتكلم دلوقتي. حاضر. ده التمساح. بياكل العشب. تمام كده، احنا خدنا ده امبارح، خدنا الصفحة دي امبارح صح كده؟ ايوه هنراجع عليها تاني النهارده، بس نسأل الناس بعض الأسئلة كده. مستر اذكر. عندي سؤال. انا عندي سؤال. اتفضل. انا مستر من الحيوان اللي بتاكل اللحوم، ايه هو اول هو اول حيوان ده اللي جنب القرش ده التمساح. ده هو مش تمساح ده؟ التمساح يا مستر. ايه ده تصنع. هنا هنتكلم اهو. بسم الله الرحمن الرحيم. طب احنا اتكلمنا امبارح عن الصفات الوراثية وعلاقتها بالبقاء. عايزين كده نسأل بعض الأبطال كده، كيف تستطيع الصفات الوراثية أن تحافظ على بقاء الكائن الحي؟ كيف تستطيع الصفات الوراثية التي أودعها الله في الكائن الحي أن تحافظ على بقائه؟ إزاي بقى؟ طيب دي حد يديني مثال، يرفع إيده بس وننظم الكلام مع بعض. عايز يتكلم يرفع إيده وأنا أفتح المايك. يلا يا سيف، اتفضل يا سيف. الصفات الوراثية إزاي بتحافظ على بقاء الكائن الحي؟ ربنا خلق الحيوانات حاجات تقدر تحميهم، ودي عشان يتكيفوا مع بيئاتهم. ممتاز ما شاء الله، ممتاز. اديني امثله كده بطل. زي ايه؟ طيب زي الدب القطبي، ليه فرو سميك تمام. بيحميه من البرودة، وتحت الفرو ده كمية من الدهون واللي بتدفي الدب القطبي. تمام. ولأن فروه أبيض بيخليه يعرف يصطاد أي فريسة، لأن عشان لونه أبيض على لون التلج. وكده بيعيش حياته. تمام، ممتاز، شكرا ليك يا بطل. ناخد زميلنا محمد اسماعيل. اتفضل دكتور محمد. زميلنا ذكر الدب القطبي والصفات الوراثيه اللي ربنا سبحانه وتعالى اودعها فيه كفراء سميك وطبقه من الدهون بتحافظ على حياه الدب في البيئه البارده. اديني مثال تاني كده بطل. محمد
محمد اسماعيل، انت سامعني يا محمد؟ قرب من المايك يا محمد لو سمحت، قرب من المايك. طب ناخد عبد الرحمن. اتفضل يا عبد الرحمن. ازيك يا دكتور عبد الرحمن؟ الحمد لله. اديني مثال اخر كده. زميلنا قال الدب القطب، عايزين مثال اخر كده عن الصفات الوراثيه وعلاقتها بالحفاظ على حياه الكائن الحي. مثلا حيوان حيوان القرش، سمكة القرش يعني. ربنا أعطاها أسنان حادة لتصطاد الأسماك الصغيرة، وعشان وإداها أجنحة عشان لتستطيع السباحة اسمها أجنحة. ثانية واحدة عبد الرحمن، أولا الأسنان الحادة دي عشان تستطيع تأكل فيها تمام اللحوم سواء كان صغير أو كبير. أدي واحد. السمك ما عندوش أجنحة، يسموه زعانف. اسمها إيه؟ عارف لتستطيع الايه السباحة. ها السباحة تمام. والانطلاق بسرعة لاستيراد فريستها. تمام. طيب يعني الأسنان بتاعة سمكة القرش دي بتتناسب مع البيئة أو طبيعة أكل الحيوان ده، صح كده؟ تمام. طيب شكرا ليك يا بطل. ناخد زميل اخر لينا. مستر ينفع اسالك سؤال؟ انا برضه عايز اسال يا بس سيد. بعدك. مش الحوت يعتبر حيوان عملاق؟ طبعا. هو ليه يا مستر الحوت ما بياكلش اسماك القرش الحوت ليه ما وبياكل الاسماك الصغيره؟ هو ربنا سبحانه وتعالى ما فيش اسنان للحوت. تعرف ان الحوت ده ملوش اسنان زي الدولفين كده، ملوش اسنان، يبقى بيبلع ولا بياكل؟ بيمزق اللحوم. يبلع. تمام. شوف ربنا سبحانه وتعالى لو خلى الحوت ياكل الاسماك ياكل القروش هيحصل خلل في البيئه، لان برضو الواحد يقول مثل القروش ربنا خلقها ليه؟ لا، كل حاجه ربنا خلقها لهدف وحاجه معينه ليها حكمه سبحانه وتعالى. فلو الحوت هياكل القرش والقرش ده بيتغذى على بعض الاسماك هيحدث خلل في البيئه. تمام. فربنا سبحانه وتعالى جعل لكل كائن خصائص تميزه وتحافظ على بقائه ولا تخل بالايه بالبيئه المحيطه به. شكرا لك بطل. طيب ناخد منا، عايزين اتنين بس رافعين ايديهم. طيب ناخد عمر ابراهيم خطاب. جاك يا عمر. طيب ازاي بقى في اول صوره هنا يا عمر بعض الحيوانات زي الحصان وزي الجمل، ها ليهم اسنان مالها يا عمر؟ اسنانهم عامله ازاي؟ عامله ازاي؟ يعني الجمل والحصان والبقره دول بياكلوا بيتغذوا على ايه؟ بيتغذوا على ايه يا بطل؟ عمر بيتغذى على العشب. على الاعشاب. فربنا سبحانه وتعالى هيعمل لهم اسنان حاده، يعني محتاجين اسنان حاده هنا ولا اسنانهم ايه عامله ازاي؟ الاسنان بتاعتهم ايه مسطحه؟ مسطحه تتناسب مع طبيعه الايه الغذاء. تمام. ولكن لو الاسنان تمام يا عمر، ولكن لو الاسنان حاده كده زي بتاعه الفهد مثلا او الاسد او القرش مش هيقدروا ياكلوا يتغذوا على الاعشاب بصوره صحيحه. تمام. شكرا ليك يا عمر. مستر عندي سؤال. ثانية ارفع ايدك عشان عايز تجاوب. ارفع ايدك. طيب ناخد بقى براء. اتفضل يا براء. 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 طب أحمد عصام. أحمد عصام. نعم.
يا ريت لما اجي اطلب واحد يتكلم ايه يفتح المايك على طول ويكون سريع. احمد عصام، الزرافات ربنا سبحانه وتعالى خلق لها برضو بعض الخصائص الصفات الوراثيه بتساعدها على البقاء حيه، زي ايه كده؟ ميزها بايه بقى؟ رقبتها الطويلة عشان تاكل في الأشجار العالية، لأن الأشجار العالية بيكون ورقها رفيع. تمام، ممتاز يا بطل، شكرا ليك، شكرا لك يا بطل. ناخد حمزة، اتفضل يا حمزة. نعم. طيب، اذكر بعض الصفات الموروثة في الكائنات الحية، زي ايه كده؟ موروثة الوراثية يعني. الوراثية، الصفات الموروثة هي محمد اسلام الجوهري، اقفل الكاميرا يا محمد، واللي هيفتح بعد كده الكاميرا هيخرج بره الحصه. اقفل الكاميرا يا محمد يا اسلام. ايوه قول يا بس حمزه. عمال يفتح الكاميرا ويقفلها. طيب ماشي. ان لون اللون لون ايه؟ ها؟ لون البشرة أو الجلد يعني؟ ايوه تاني؟ لون لون الجلد ولون ولون تكلم على طول يا حمزة. لون العينين؟ لون العينين، ولو لو ولو شكرا لك يا ولو حمزة، شكرا لك ولو يا حمزة. محمد إسلام، محمد اسلام. موجود يا مستر. طيب يا حبيبي، بقول لك دلوقتي، طيب تعلم القراءة او تعلم لغة اخرى، هل تلك صفة موروثة ام غير موروثة؟ تعلم القراءة او الرسم او لعب كرة القدم، هل يا ترى دي صفة موروثة ام غير موروثة؟ غير موروثة. ممتاز، شكرا ليك يا بطل، غير موروث. طيب اسال بقى شهاب سؤال كده. ازيك يا شهاب؟ نعم. طيب هل الصفه الموروثه يمكن تغييرها ام لا؟ لا. ممتاز، لا يمكن تغييرها. طب الصفه الغير موروثه يمكن تغييرها ام لا؟ لا. ايوه يمكن تغييرها. اديني مثال كده على صفة غير موروثة، زي ايه؟ زي مثلا شعري، هدومي، ايوه قصة الشعر، الملابس. ممتاز، شكرا ليك يا شهاب، شكرا ليك يا بطل. تعالوا بقى نتكلم عن صفات النبات الوراثية وعلاقتها بالبقاء. كل نبات سبحانه وتعالى خلق له مميزات تساعده على البقاء، وناخد مثال الأشجار. عايزين حد كده ايه في القراءة يا شاطر ممتاز، زي مين؟ عمر مختار. يلا يا عمر، وآخر يا عمر، عمر ورق مختار. النور، يلا يا بطل اقرأ لنا كده الأشجار وديها صفات. النباتات تنمو في شكل شجرة ذات جذع طويل لكي تتمكن من الحصول على ضوء الشمس. ممتاز، الأشجار دي تقريبا بتكون في الغابات صح كده، الاستوائية، لأن بيكون الشجر كثيف. طيب الشجر كثيف هتلاقي الايه كله كل الأشجار بيكون أطوالها مرتفعة ذات جذع طويل، يعني الساق بتاعتها طويلة جدا. ها ليه بقى؟ عشان تحصل على ايه؟ على ضوء الشمس. طب هو ضوء الشمس ده مفيد للنبات ولا غير مفيد؟ مفيد في ايه بقى؟ ممكن تقول لي؟ عندك فكرة؟ مفيد يا مستر، عشان أول ما الليل ما يجي الورد بيقفل، أول ما النهار ما يطلع الورد بيفتح. لا، النبات ليه يعني بيستخدم ضوء الشمس في حاجة تانية؟ نسأل زميلنا كده. شكرا ليك يا بطل، شكرا ليك يا عمر. نسأل
البراء، صباح الخير يا براء. دكتور براء، براء انت سامعني؟ طيب احمد عصام، احمد نعم. عصام، ضوء الشمس فائدته ايه للنبات؟ يعني النباتات بتتصارع سبب ان ايه؟ اتفضل. كلم يا بطل، اتفضل. ضوء الشمس بيساعد الزهور اللي هي تنمو والأشجار. لان لو انت طبعا هقول معلومه برضو كده للناس، ضوء الشمس دوت بيستخدمه النبات في صنع الغذاء. طب عارفين النبات لا بيشتري اكل ولا حاجه، بيشتري اكل؟ لا طبعا. طب النبات بيعمل ايه؟ بياخذ الماء من الجذور، الماء الموجود في بطن الارض ياخذه عن طريق الجذور، وضوء الشمس الذي يسقط على الاوراق، الاثنين دول مع بعض بيكونوا غذاء النبات. يبقى ضوء الشمس مع الماء اللي بياخده من الجذور، كل الاتنين دول مع بعض، وثاني اكسيد حاجه اسمها ثاني اكسيد الكربون، بيساعدوا النبات في تكوين الماده الغذائيه اللي هو بايه بيتغذى عليها وبينمو عليها. يبقى الشمس مهم جدا، عشان كده لازم نحط النبات في ضوء الشمس. النبات بقى ربنا سبحانه وتعالى داخله ووضع له صفات وراثيه، حاجات كده من داخله من غير ما حد بيقول له، بيخرج بيزداد في الطول حتى يصل إلى أكبر قدر من الشمس. تمام، شكرا ليك يا بطل. تعال بس نشوف. ممكن أقول معلومة بره الدرس؟ لا مفيش حاجة من بره الدرس، قول كل حاجة، اتفضل. احنا بنكتشف كل معلومة اهوت، يعني مفيش حاجة اسمها بره الدرس وداخل الدرس، ده متعلقة بالموضوع يبقى معانا، اتفضل. لا أصل هي يعني الكواكب وكده. يبقى انت كده خرجت بره الموضوع، اتفضل. عايز تقول ايه؟ ايه علاقتها بقى بالصفات الوراثيه؟ لا هي ملهاش علاقة بالصفات الوراثية. طيب هتفيدنا في الدرس بحاجه؟ لو معلومه هتفيد زملائك في الدرس احنا بنرحب بيها، انما بره الموضوع خالص. شكرا لك يا احمد يا عصام. طيب تعالوا بقى مع بعض يا أبطال نشوف النباتات المتسلقة. نباتات متسلقة يعني بتطلع فوق بتتسلق كده. طب ليه برضو؟ هنشوف الكلام ده مع دكتور محمد إسماعيل. يلا يا دكتور محمد. النباتات المتسلقة، بعض النباتات تتسلق الحوائط والأشياء لتحصل أيضا على ضوء الشمس. يبقى في نباتات بتطلع فوق الجدران زي اهي، شايفين اهو ادي الصوره اهو. طبعا اكيد شفناها في الواقع، يعني شفنا نباتات كده لبت ليها زي عامله زي حبل كده، بس من النبات يعني نفسه، بتمد كده الجذور، بتمد الاوراق بتاعتها وتطلع على السور. لو في سور تطلع عليه، على البيوت ممكن تلاقيها تطلع، على السلك بتاع الحديقه تطلع. ليه بقى كل ده؟ عشان تعمل ايه؟ عشان تحصل على ضوء الشمس حتى تستطيع البقاء وتكوين الغذاء، لأن قلنا ضوء الشمس ده بيساعد في تكوين الغذاء. تمام؟ مستر، اتفضل. هو مش في كده زي نباتات تحس إن هي عندها زي كأن في أسنان كده وبتعض؟ اللي بيعض؟ نباتات. لا، هي في نوع انواع من النباتات بتتغذى على عارفه 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 اكيد. الحشرات. ايوه هو، ايوه اصلا هو هي اصلا دي يكون موجودة اصلا؟ موجودة طبعا في الطبيعة، ربنا سبحانه وتعالى خلق لها زي يعني حاجات حسية كده تتحسس لوجود حشرات، هي سبحان الله بتتغذى على الحشرات، ربنا خلقها كده. هي طب هي موجودة فين؟ طبعا بتوجد في افريقيا حول العالم، في اماكن مختلفه، ملهاش يعني اماكن يعني محدده يعني، ودي ربنا خلقها فيها طبيعه ان هي تتغذى على الحشرات. اول حشره ما تقف عليها تروح قافله على طول عليها وتبدا تفرز المواد
ايوه انا عشان اخرت كلها بتتغذى عليها. تمام، شكرا لك يا بطل. تعال شوف بقى النباتات الصحراويه. النباتات الصحراويه، ومين معانا البطل؟ ناخد محمد اسلام. اتفضل يا محمد. نباتات النباتات الصحراوية، هذه النباتات لديها شواك للحماية من الحيوانات، لديها جذور طويلة جدا، لديها جذور طويلة جدا لتستطيع الحصول على الماء. تمام، يبقى ربنا سبحانه وتعالى ميز واحد يا مستر نباتات في الصحراء والجو حر، فايه هتهلك صح كده ولا لا؟ ومع ندرة الماء ربنا سبحانه وتعالى عمل ايه بقى؟ جعل في صفة وراثية داخل تلك النباتات ان هي ما تعملش اوراق. مفيش ايه؟ اوراق. امال تتحول ايه؟ لشوك. طب وايه فايدة الشوك ده؟ الشوك ده له فائدتين. اول فايدة ان هو يحميها من الحيوانات اكلة العشب، اي حيوان كده عايز يقرب ياكل تلك النباتات فتحميها هتشوكه طبعا، فتبتعد تلك الحيوانات عن تلك الانواع من النباتات. ادي اول بس فائدة في الاشواك. سيبنا اتكلم بس. نعم، جمل بابا قال لي اللي هو بياكل الشوك. ماشي، بياكل بياكل بعض النباتات الشوكية صح، ماما كلامها مظبوط، بس زي نبات الصبار ده مفيش اي كائن حي يقدر ياكله. هو في نباتات لها اشواك ضعيفة، وربنا سبحانه وتعالى جعل برضو للجمل قدرة هو يتغذى عليها. اما نبات زي مثل الصبار دوت بيكون فيه الاشواك كثيفة وقوية، فلا يستطيع الجمل او اي حيوان عشبي ان هو يتغذى عليها. طيب، فائدة تانية الأشواك اللي هي إيه؟ سبحان الله، اللي هي تقلل من فقد الماء. لما بدأ لو ربنا سبحانه وتعالى جعل النبات دوت ليه ورقة كبيرة هيفقد أكبر قدر من الماء، المية هتتبخر من عنده. إنما النبات دوت الورقة بتاعته على شكل شوك، فكمية الماء اللي بتفقد قليلة جدا، فيظل على قيد الحياة لأكبر فترة ويتحمل درجات الحرارة العالية. كمان ربنا سبحانه وتعالى جعل لهذه النباتات التي تنمو في الصحراء جذور طويلة. ليه؟ طبعا لأن الحرارة مرتفعة والماء لا يوجد على سطح الأرض، فتمتد الجذور إلى أسفل باطن الأرض للحصول على الماء. يبقى دي صفة وراثية ربنا خلقها فيها، هي بتطلع تعمل شوك، بتطلع جذورها تمدها طويلة، دي موجودة فيها من غير ما حد يقول لها اعملي كذا عشان ايه تظل على قيد الحياة. دي صفة وراثية يعني ربنا خلقها سبحانه وتعالى بها. تمام، اتفضل، عايز تقول ايه بقى بطل؟ عاوز أقول اللي فيه زهرة اسمها عباد الشمس، عارفها؟ عارفه عارفه، أنا عارفه جدا. سواء نسمع زمان يا حمزة لو سمحت. طيب، ده هي بقى ليه سموها عباد الشمس؟ يعني يا ايه، وهي بتبقى كده ماشية مع الشمس، يعني تمام. الشمس يمين تمشي معاه، شمال تمشي معاه، وفي الليل تقفل نفسها، وكمان ممتاز، منزلة نفسها كده. تمام، هي كلمة، هي اسمها فعلا كده، بس هي طبعا كلمة عباد شمس. اقفل يا حمزة. والله شكرا شكرا، أول مرة أعرفها. طيب، هو طبعا اللفظة بس المفروض ما نقولش عباد، لأن العبادة دي لله سبحانه وتعالى، هو ما فيش حد بيعبد الشمس ولا حاجة، فبيقولوا عليه عاشق الشمس، محب الشمس، نقول عليه كده. هو فعلا بيطلق عليه عباد الشمس، بس الكلمة لفظة يعني مش كويسة، لأن ما فيش حد بيعبد الشمس صح كده ولا لا؟ فنقول عاشق الشمس، بيحب الشمس. تمام، وفعلا هو ربنا سبحانه وتعالى جعله يتتبع أشعة الشمس، وسبحان الله في الليل برضه زي ما قال لنا محمد اسلام عنده معلومة جميلة، ان هي الورقة في الليل
ينقبض كده وفي عدم وجود الشمس. تعالوا مع بعض يا أبطال بقى نروح على نبات آخر، ودي نباتات صغيرة جدا بتنمو على الصخور، وناخد زميلنا مين بقى يتكلم معانا؟ ناخد عمر مختار. يلا يا عمر، عمر مختار طيب شهاب. خليك سريع يا عمر في الكلام يا عمر. النباتات، تعال نقرا كده مع بعض النباتات التي تنمو على الصخور. اقرا. هذه النباتات لديها جذور صغيرة تستطيع البقاء مع وجود كمية قليلة من التربة. تمام، ربنا عمل لها جذور كبيرة ولا صغيرة؟ لو عندها جذور كبيرة هتستطيع ان هي تنمو وسط الصخور؟ لا. يبقى ربنا سبحانه وتعالى جعل فيها صفة وراثية ان هي تجعل جذورها صغيرة حتى تستطيع البقاء مع وجود كمية قليلة من التربة وكمية قليلة من الماء. هنحل مع بعض كده يا أطفال. مستر بالسلامة، مستر هسألك سؤال عن الكواكب. طب خلي موضوع الكواكب ده مرة تانية كده لو اتكلمنا عنه يعني، ماشي؟ سؤال، بس سؤال غريب أوي أنا معرفوش جدا. هو لو يا مستر يخلص يوم ياما خلاص جه واحنا خلاص واحنا الجنة، مش الكواكب هتنفجر صح؟ ايوه تمام. ربنا بقى هو بيفجرها، ازاي بقى ربنا بيفجرها؟ لا دي ازاي دي؟ الله اعلم. يوم القيامه ربنا سبحانه وتعالى محدش يعرف ايه اللي هيحصل. شكرا لك يا عمر. تعالوا مع بعض كده نشوف احمد عصام. احمد عصام يلا بطل اكمل عبارة الاتيه باستخدام الاشجار ضوء الشمس صغيره الصحراويه. رقم واحد النباتات. يا احمد يا عصام، احمد عصام، احمد عصام نعم خليك معايا لو سمحت وخليك سريع كده. النباتات نقط لديك اشواك لحمايتها من الحيوانات. الصحراوية. ممتاز يا بطل، الصحراوية إجابة صحيحة. طيب ناخد رقم 2 محمد إسماعيل. النباتات المتسلقة تتسلق الأشياء لتحصل على ضوء الشمس. ممتاز عبد الرحمن. رقم 3 رقم 3 النباتات التي تنمو على الصخور لديها جذور صغيرة لكي تستطيع البقاء مع وجود كمية قليلة من التربة. شكرا لك يا بطل. آخر حاجة هي شهاب. قول يا شهاب. لديها نقط لها جذع طويل. لديها جذع طويل تحتوي على كمية كبيرة من الشمس. تمام شكرا لك يا بطل. مستر هو ما تكلمش. انا عايز بس حاجه حمزه، ما تفتحش المايك بدون اذن لو سمحت. انا عندي سؤال. طيب ارفع ايدك يا حبيبي، احنا عاملين ان احنا ايه، ارفع ايد كده وانا اشوفك واقول لك اتكلم. اتفضل. ان مستر هو مستر ان احنا ازاي صبار اصلا، وازاي ازاي عايش والصحراء اصلا ما فيهاش ولا ميه. هو ربنا سبحانه وتعالى فعلا جعل الماء نادر في وجود الصحراء، بس ربنا اللي جمعه داخل يخزنه داخل باطن الارض. امال مش في حيوانات بتعيش في الصحراء؟ اه طيب
ربنا سبحانه وتعالى جعل برضه في اماكن بتتواجد فيها المياه، اما في عدم وجود المياه بتنمو الاشجار، لان الاشجار دي بيعتمد عليها غذاء بعض الحيوانات. فربنا سبحانه وتعالى الحيوانات دي هتعيش ازاي؟ محتاجه غذاء، فتنمو الاشجار بصفه معينه مع ندره وجود الماء، بتمتد جذورها الى بطن الارض حتى تحصل على ايه؟ على الماء الموجود على مسافات بعيده. وربنا سبحانه وتعالى خلق لها خصائص وراثيه كده تجعل النباتات دي تنمو في ظل الظروف الصعبه، وتجعل الحيوانات التي تعيش هناك تحصل على غذائها من تلك النباتات. تمام؟ طيب تعالوا ننتقل مع بعض كده لنشاط تاني، افكار والدليل عليها. لو انا عندي فكره لازم عشان اكدها اقول ايه السبب فيها واقول الدليل. تاني لو انا عندنا فكره زي زميلنا كده ما قال مثلا ايه عن مثلا لما يعني خرج بينا بالموضوع عن موضوع الكواكب مش الكواكب، دي اعتقاد مثلا. طيب السبب ايه؟ ان هو ذكر في القران، يعتبر سبب ويعتبر دليل. تمام؟ طيب عندنا هنا اباء، اهو صوره الاباء مع الابناء، الام والاب اهو وابنائهم. هل تعتقد انهم متطابقون تماما في كل شيء؟ احنا قلنا من مبادئ علم الوراثه دوت لا يوجد تطابق تام بين الاباء وبين الابناء. تمام؟ تنتقل بعض الصفات الوراثيه من الاباء والامهات الى الابناء، ولكن بقدر ليس كامل. ليس ايه؟ كامل. فكاتب ايه؟ هذا ما اعتقده. من يقرا معانا كده؟ سيف سمري، اتفضل يا سيف. أفكار والدليل عليها. مثال: قارن صورة الآباء بأبنائهم، هل تعتقد أنهم متطابقون تماما في كل شيء؟ هذا ما أعتقده، أن الآباء ينقلون الصفات للأبناء، ولكن لا يتطابقون تماما معهم في الشكل. لأن الآباء الأسباب لأن الآباء لا ينقلون كل الصفات لأبنائهم، ولكن بعضها فقط. الدليل: أنا لا أتطابق مع أبي وأمي في كل الصفات. تمام. سؤال بقى أسأله: هل يا ترى الآباء والأمهات دول لهم قدرة على التحكم في الصفات الوراثية التي سوف ينقلوها لأبنائهم؟ يعني الاب او الام يقدروا يقولوا والله انا هنقل صفه كذا لابني، او انقل صفه كذا لبنتي، او امنع صفه كذا؟ ينفع؟ يعني ازاي؟ يعني مثلا بابا يقول انا عايز ابني مثلا يطلع شعره اسود، ها؟ هل يستطيع بابا يعمل كده، يتحكم في الموضوع دوت، ولا ما يقدرش؟ لا ما يقدرش طبعا. الام عايزه تقول ان بنتها عايزه تطلع مثلا عينيها لونها ازرق، هل تستطيع الام اللي هي تفعل كده؟ لا ما تنفعش، لان دي ربنا سبحانه وتعالى وضعها الصفات الوراثيه دي. حد بيشوف الصفات الوراثيه يعرف مكانها فين؟ لا محدش يعرف مكانها. احنا قلنا بتوجد داخل نواه الخليه. طب ما ايه مستر خشها ازاي دي؟ محدش يقدر يشوفها. سبحان الله، ده علم الله سبحانه وتعالى لا يطلع عليه احد. محدش عارف ده هيطلع ايه، شكله ايه، او عامل ازاي، محدش بيعرف، صح؟ هل يتوقع الاب والام الطفل يطلع ازاي، شكله عامل ازاي؟ لا، هو يطلع هيحمل بعض الصفات الوراثيه، انما كتخيل حد يقدر يتخيله؟ محدش يقدر، لان دي صفه وراثيه اودعها الله سبحانه وتعالى داخل الانسان. طيب تعال نتكلم بقى، بعد ما اتكلمنا كمثال على الانسان ناخد مثال على الدجاج ونتكلم معاه. مين؟ اقفل يا سيف. يلا شوف يا سيف، ناخد عبد الرحمن احمد. ازيك يا عبد الرحمن؟ عبد الرحمن يا عبد الرحمن، عبد الرحمن مش معايا. ناخد محمد اسماعيل. يلا محمد. نعم يلا بقى. مستر مستر
ايه ده اصلا اصلا ايه ده ايه ده اصلا مستر اصلا هو اصلا ما عندوش اصلا اي اصلا كاميرا ولا مايك، بس لما اصحى رجعوا عبد تاني. الرحمن، نعم يا مستر. يلا، هل تعتقد انه عندما تنمو هذه الكتاكيت سوف تكون بنفس حجم الام ونفس شكلها تماما؟ لا يبقى اقول له هنا لا اعتقد انها سوف تنمو بنفس الحجم والشكل. تمام، ايه الاسباب بقى؟ يا مستر، ايه الاسباب؟ لأنها الأم ما بتنقلش يعني ما بتنقلش الجسد بتاعها، يبقى ايش بالجلد، يبقى بنتها تكتكتش بالجلد بتاع الأم. ممتاز، يبقى الأم لا تنقل جميع الصفات الوراثية. شكرا ليك يا بطل. طب الدليل على كده ايه بقى؟ ان الصفات الوراثية ايه؟ مش كلها بتنتقل. تمام، شكرا ليك يا بطل. كده معانا قد ايه وقت في الحصة؟ نشوف كده ثانية واحدة. كده انتهى وقت الحصة، نشوفكم ان شاء الله بكرة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شكرا لك يا أبطال. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.